السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. في الفيديو ده هنتكلم عن وصفات مهمة جدا بتعالج تساقط الشعر وبتعالج أي نقص فيتامينات في الجسم عامة. في 12 علاج منزلي رائع وفعال وزهيد الثمن، مش يعني ما بيطلبش مال كتير، بس أهم حاجة إن في حاجتين ممكن تسبب ضرر للشعر وفي ناس كتير قوي ما تعرفش الحاجتين دول. اول حاجة الاستحمام. طبعا الشعر لما بتغسل بيتعرض للمية، المية فيها الفلوريد الموجود في المية بيسبب تساقط الشعر بشكل كبير، ويسبب كمان ظهور حب الشباب على الجلد، بالرغم ان الفلوريد جيد للاسنان لكنه مدمر للشعر والجلد. فنصيحة ان انتم تركبوا فلتر او حاجة دش يصفي الفلوريد اللي بيكون سبب في تساقط الشعر. وكمان الفلوريد، مادة الفلوريد اللي موجودة في المية بتضعف الغدة الدرقية، وطبعا لو حدث كسور في الغدة الدرقية هيسبب برضو تساقط الشعر وتوقف نموه بسهولة. تاني حاجة الكبريتات اللي بيحتويها الشامبو، اي شامبو بيحتوي على كبريتات. لو مسكتوا ازازة الشامبو كده وقريتوا المكونات، لو لقيتوا شامبو فيه كبريتات فياريت ما تستخدموش، لان الكبريتات دي بتدمر البروتين، والبروتين هو بيعالج، يعني الشعر بيتكون من 91% من الشعراية على البروتين، فاهم حاجة البروتين للشعر. فان تعريض الشعر للشامبو اللي بيحتوي على الكبريتات بشكل يومي بيؤدي الى مشاكل مختلفة والى تساقط الشعر. فاحرصوا على استخدام شامبو يكون خالي من الكبريتات. هذه الامور يجب تجنبها، هما حاجتين الفلوريد والكبريتات. ودلوقتي في الفيديو ده هقول لكم على 12 وصفة علاج لتساقط الشعر. اول حاجة عصير البصل. طبعا احنا هنستخدم عصير البصل ونخلطه مع المية بنسبة النص، يعني مثلا نص كوباية عصير بصل وعليها نص كوباية مية، ونفرك فيها براحة كده بطريقة حركة دائرية فروة الراس. وبعد كده نسيبه ربع ساعة، وبعد كده تغسله الشعر عادي بالشامبو. تاني حاجة، تاني علاج الشاي الأخضر. لو جبنا الشاي الأخضر بنفس طريقة العصير البصل، نجيب الشاي الأخضر وبعدين نزوده برضو مية بنفس مقدار، وبعدين نفرك كده فروة الراس بالراحة كده بحركة دائرية لمدة ربع ساعة، وبعدين نغسل الشعر بالشامبو. تالت حاجة زيت اكليل الجبل. طبعا ده بيتباع عند العطارين، ممكن تلاقوه عند في محلات زي حراز او المحلات اللي هي يعني اللي هي اللي فيها عطارة القديمة دي. طبعا زيت اكليل الجبل مفعوله قوي جدا، بيمنع تساقط الشعر. لو جبت الزيت ده ودلكنا بيه فروة الراس كده بالزيت لمدة من 10 دقايق ل15 دقيقة، وسيبه طول الليل، يعني مثلا تدهن تعمل الحكاية دي بالليل، وتحط مثلا كيس او طاقية كده تكتم الزيت في الفروة، وتنام وتصحى الصبح تغسله بالشامبو. طبعا ده بيبقى ليه مفعول كويس قوي للشعر، وبيخلي الشعر ينمو وبيمنع تساقطه. في رابع حاجة الزنك. طبعا الفيتامين ده الزنك ده بيمنع تساقط الشعر. طبعا الزنك بيمنع تساقط الشعر. وطب الزنك ده مش لازم يعني ناخده ادوية، ممكن بيتباع في الزخانات عبارة عن اقراص وكده، بس الافضل ان احنا ناكل اطعمة بتحتوي على الزنك زي ايه؟ المحار. فلازم يعني نفضل ان انتوا تتناولوا المحار عدة مرات في الاسبوع، المحار او مثلا السمك، اللحوم الحمراء والاطعمة البحرية والبيض، يعني الحاجات دي بيحتوي على زنك وده بيمنع تساقط الشعر، بيغذي الشعر جدا. ده رابع حاجة. خامس حاجة خل التفاح. طبعا خل التفاح ده افضل ان هو يبقى موجود في البيت دوما، لان ليه فوائد كتيرة جدا. فطبعا لو جبنا خل التفاح، بس طبعا مش هينفع تحط فرو يعني على فروة الراس كده خل تفاح خام، لا، 3/4 كوباية على لتر مية، تمام. وندهن الخليط ده نعمله في فروة الراس ونشرب بيه الشعر. انت دلوقتي غسلت شعرك بالشامبو وكده، بعد اخر فم بقى كده في غسيل الشعر تروح شاطف الشعر بخل التفاح اللي هو مخفف. طبعا بيساعد ان هو بينظف المسام اللي في فروة الراس،
وبيشيل الدهون اللي هي بتسد المسام، وبيدي الخل التفاح يديك لمعان للشعر وجميل جدا. وبعدين خل التفاح حامضي زي فروة الراس حامضية، فدينا بيزود بيظبط درجة حموضة الفروة، وبينعكس إيجابي على دعم البكتيريا الحميدة، لأن بيبقى فيه بكتيريا حميدة بتبقى محتاجها موجودة في فروة الراس. فطبعا مش لازم ان احنا يعني مثلا الجلد عامة بيبقى فيه بكتيريا حميدة بتفيد الجسم وبتفيد الجلد، فالافضل لما تيجي دلوقتي احنا فترة بنعقم وكده ايدينا وكده، فنحاول ان احنا ما نعملش ما نبالغش في تعقيم السطح الخارجي للجلد لانه بيسبب مشاكل ومنها تساقط الشعر. سادس وصفة، تناول كمية كافية من البروتين والمعادن النادرة زي عشب البحر او المحاريات او الاسماك والمحيطات، اسماك المحيطات والملح البحري، فهو مصدر جيد جدا للمعادن. المعادن النادرة بتساعد الشعر على النمو، وفي بعض الفيتامينات الضرورية الاساسية اللي بيحتاجها الجسم زي فيتامين بي، فان نقص فيتامين بي بيسبب تساقط الشعر، فبيلزم الحرص على تناول فيتامين بي. الخميرة الغذائية مصدر غني من فيتامين بي، فطبعا يلزم الحرص على تناول خميرة غير معززة بالفيتامينات الصناعية، يعني الخميرة اللي نجيبها ما تكونش فيها فيتامينات صناعية، لازم تكون طبيعية. سابع حاجة، الخضار الكرومبي، فارتفاع مستوى الاستروجين في الجسم بيأثر على الشعر. هنلاحظ بعض النساء تساقط الشعر في فترة الحيض بفعل فرط الاستروجين. احدى الطرق الطبيعية تنظيم مستويات الاستروجين وهو تناول الخضار الكرومبي وتناول عشب البحر، لان تناوله بيمنح الجسم اليود، اليود بينظم مستوى الاستروجين في الجسم. وتساقط الشعر في سن انقطاع الطمس بيبقى بسبب ارتفاع مستوى الكورتيزول، يعني بسبب التوتر، يعني في سن مثلا انقطاع الطمس تساقط الشعر بيزيد لان الكورتيزون بيرتفع بسبب التوتر. تامن حاجة، السيلينيوم، فهي احدى العلاجات المنزلية للعلاج كسور الغدة الدرقية. طبعا كسر الغدة الدرقية بيسبب تساقط الشعر، السيلينيوم هو احد المعادن النادرة اللي بيدعم الغدة الدرقية وتحول هرمون التي 4 الى تي 3. طبعا دي معلومات علمية. افضل مصادره هو الجزء البرازيلي والاطعمه البحريه والعشب البحري، الطحلب البحري بيمنح اليود اللي هو بيدوره بيفيد الغده الدرقيه، ولكن ممكن يحصل اصابه الغده الدرقيه بيكون سببها اسباب تانية غير السيلينيوم. زي ايه مثلا اسباب يعني اصابه الغده الدرقيه؟ زي ارتفاع الاستروجين مثلا، او تشحم الكبد او تضررها لانه بيعيد تحول هرمون تي 4 الى تي 3، او تضرر الامعاء بفعل تعاطي المضادات الحيويه، او تناول الاطعمه الخطا مثلا، خصوصا الجلوتين. يجب الابتعاد عن الجلوتين اللي بيبقى موجود في الدقيق والعجين وكده تماما، لانه بيسبب التهاب الغده الدرقيه، وطبعا المشكله بتبقى صعبه جدا. تسع حاجه، تناول نسبه كافيه من فيتامين د. فيتامين د طبعا عشان نحصل عليه لازم نحصل على قسط كافي من النوم، ننام كويس، وطبعا نداوم على التمارين المشي والجري وكده، تقليل التوتر. التوتر مشكله كبيره امام الحفاظ على صحه الشعر. يجب الاكثار من فيتامين د واحنا نتعرض لاشعه الشمس، ان اشعه الشمس فيها فيتامين د بنسبه عاليه. ان امكن بيعمل فيتامين د وكانه كورتيزول طبيعي للجسم بدون الاثار الجانبيه، فهو مضاد للالتهابات، والحصول على قسط كافي من النوم والخروج للمشي والتمرين للحد بيحد من التوتر. عاشر حاجه، السيليكا. السيليكا يعني تضاف الى تركيبه كبيره من مكملات الشعر. السيليكا بتمنح الشعر قوته، بتحوي مياه الينابيع على السيليكا كينبوع بالغرينيو. يمكن شراء الميه اللي بتحتوي على السيليكا، يعني شو تقرا كده ازازه الميه وتشوف بتحتوي على السيليكا، فيها مفيده جدا للشعر عند شربها. بتلاحظ ان الجلد والشعر والاظافر اخذت بالنمو وزادت قوتها. رقم 11 بقى حميه الكيتو والصيام المتقطع.
فبالنسبة للنساء اللي بيعانوا من تكيس المبايض بسبب تساقط الشعر، طبعا تكيس المبايض بيسبب تساقط الشعر بسبب ارتفاع الاندروجين، مادة الاندروجين بفعل ارتفاع الانسولين. مجرد فهم تلك العلاقة وخفض مستوى الانسولين، يجب اتباع حمية الكيتو وخفض الكربوهيدرات واتباع الصيام المتقطع. 12 البيوتين يعزز البروتينات الموجودة في الجسم خصوصا الشعر، بيساعد على إعادة نمو الشعر ويمنع تساقطه. البيوتين فيتامين أساسي في مجموعة فيتامينات بي لتصنيع البروتينات التي تمنح الشعر قوامه، وبيتم صنع البيوتين عبر البكتيريا، وهذا يعني ان انتاجه بيتم في الامعاء. نقص البكتيريا الحميدة بيسبب تساقط الشعر بسبب افتقارهم الى الميكروبات المسؤولة عن صنع البيوتين. الطعام الغني بالبيوتين وبيساهم في تعزيز البكتيريا الحميدة، المخلل الملفوف يعني الكرومب او الملفوف اللي هو بيعمله مخلل، لازم نداوم على تناوله لانه بيساعد على اعادة نمو البكتيريا الحميدة والميكروبيوم في الامعاء، وتمنح الجسم فيتامين سي وتمنحه المزيد من البيوتين. ديت 12 وصفة مفيدة جدا للشعر. طبعا يا اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تعملوا لايك ومشاركة للفيديو عشان دي معلومات مهمة جدا، وفي نسبة كتير قوي سواء رجالة او سيدات بيعانوا من مشكلة تساقط الشعر، ولو احنا مشينا على الخطوات دي اكيد هنحل مشاكل الشعر جدا والجلد والبشرة والاظافر. فلو عجبكم الفيديو لايك ومشاركة للفيديو عشان ناس كتير تستفاد، واتمنى تشتركوا في القناة، اللي يشوف قناتي اول مرة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.